السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بك أخي المستمع، أختي المستمعة، يسعدني أن ألتقي بكم في برنامج قرة أعين. في هذه الحلقة نلقي الضوء على موضوع مهم جدا في العلاقات الزوجية، ولكن قبل أن نبدأ موضوع الحلقة لدي مجموعة تساؤلات، وهي: ترى هل العلاقة الزوجية حالة ثابتة لا تتغير أم تمر بمراحل؟ إذا كانت تمر بمراحل فكم عددها؟ كيف أعرف أني في مرحلة ما؟ ما هي مميزات كل مرحلة؟ ماذا ينبغي علي فعله في كل مرحلة من هذه المراحل؟ إذن موضوعنا اليوم هو مراحل العلاقة الزوجية. ما هي الفوائد الوعي بمراحل العلاقة الزوجية؟ أولاً، الاستعداد لكل مرحلة والتفكير في أحسن أسلوب للتعامل مع هذه المرحلة. ثانياً، الوصول إلى حتمية تعلم مهارات ضرورية لنجاح العلاقة. ما هي مراحل العلاقة الزوجية؟ إن العلاقة الزوجية تمر بخمسة مراحل، كل مرحلة مختلفة تماماً عن الأخرى. المرحلة الأولى الرومانسية. كيف أعرف أني في مرحلة رومانسية؟ تتميز هذه المرحلة بما يلي: انجذاب كل من الزوج أو الزوجة إلى الآخر، تركيز كل طرف، وأقصد بالطرف الزوج أو الزوجة، على إيجابيات وميزات الطرف الثاني، كثرة التفكير في الطرف الثاني أو الزوج أو الزوجة، حب كل زوج أو زوجة، القرب وقضاء أكبر وقت ممكن مع الطرف الآخر، التحدث معه أو عنه، حب كل طرف، خدمة الطرف الثاني وإرضائه. ما الذي ينبغي علي فعله في هذه المرحلة؟ تعتبر هذه المرحلة مرحلة غنية جدا بالذكريات الجميلة والمشاعر الصادقة والعواطف الجياشة، فينبغي أن تخزن هذه المشاعر والذكريات في بنك الحب وتوثق حتى يصرف منها في السنوات العجاف القادمة. يتم التخزين بهذه النقاط التالية: أخذ أكبر صور وفيديوهات ممكنة من الذكريات الجميلة بين الزوجين، توثيق الرسائل الموجودة في هذه المرحلة بين الزوجين والهدايا أيضا، تعدد النشاطات من لعب وتعلم وإصغاء إلى أحلام بعضهما البعض. ترى كم مدة هذه المرحلة؟ مدتها للأسف قصيرة مقارنة إلى بقية المراحل، وهي ما بين أشهر إلى 3 سنوات، وهي أقصى مدة ممكنة في هذه المرحلة. المرحلة الثانية الاكتشاف. كيف أعرف أني في مرحلة الاكتشاف؟ تتميز هذه المرحلة بأن يكتشف كل زوج الاختلافات الموجودة في الطرف الآخر بعد أن تعود كل منهما على الآخر، وقد نقص الشغف والانجذاب الموجود بينهما بالتعود على بعضهما البعض، ثم يرى الفروقات الموجودة بينهما ونقاط ضعف كل طرف للآخر. يظن كل منهما أن الطرف الآخر قد انقلب من حب إلى لا مبالاة. يظن كل منهما أن شيئا ما غير طبيعي قد طرأ في حياتهما، وقد يؤول أحد الأطراف ذلك إلى عين أو سحر أو تأثير من أحد الأقارب أو الأصدقاء. في هذه المرحلة كل شخص يتصرف بدون تكليف أو حذر، وكل شخص يبحث عن مصلحته دون الأخذ بعين الاعتبار موقف الطرف الآخر. ما الذي ينبغي علي فعله في هذه المرحلة؟ مهم جدا أن يتعلم كل زوج تقبل الاختلافات، أي التنوع، وهي نقطة القوة في الأسرة والعلاقة الزوجية، وتعلم المرونة. قد يكون ما هو مناسب لأحد الأطراف ليس بالضرورة كذلك للطرف الآخر، أي ينبغي النظر إلى أي موقف من عدة زوايا. المرحلة الثالثة العاصفة هي المرحلة التي تلي مباشرة مرحلة الاكتشاف. هي مرحلة يحاول كل طرف أن يقنع الطرف الآخر أنه هو على صواب وأسلوبه في الحياة هو الأحسن. كيف أعرف أني في مرحلة العاصفة؟ تتميز هذه المرحلة
أن يحاول كل طرف تغيير الطرف الثاني إلى طريقته وأسلوبه في الحياة. تتميز هذه المرحلة أيضاً بكثرة الخلافات والشجار، كما تتميز بالفتور في العلاقة الزوجية. السؤال: ما الذي ينبغي علي فعله في هذه المرحلة؟ من الضروري جداً تعلم مهارات التالية: مهارة حل الخلاف، فن الحوار، إدارة الغضب، فهم مشاعر الذات والآخر والتعبير عنها بطريقة حكيمة. المرحلة الرابعة: التقنين. بعد كثرة الشجار والخلافات يصل الزوجان إلى نقطة البحث عن الحلول الفعالة والجلوس إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى اتفاق على أسلوب التعامل مع هذه التحديات. كيف أعرف أني في مرحلة التقنين؟ تتميز هذه المرحلة باستواء، أولاً استواء كلا الطرفين واقتناع بضرورة وجود حلول وترتيب قواعد اللعبة. ثانياً توزيع مهام كل طرف وتوزيع المسؤوليات. ثالثاً تحديد ما يشغل كل طرف وكيف يتم التعامل مع التحدي. رابعاً تحديد ما ينبغي فعله وما ينبغي تركه. أخيراً وضع ضوابط للعلاقة الزوجية وتربية الأبناء والأمور المالية. ما ينبغي علي فعله في هذه المرحلة؟ للخروج بنتائج إيجابية ينبغي أولاً أن يتجرد كل طرف ويكون موضوعي في طرح التحديات بدون وجود نوايا ومصالح ذاتية خفية. ثانياً السعي بجدية إلى إيجاد حلول ترضي كل الأطراف. يقتنع كل طرف أن النجاح والربح الحقيقي هو بتحقيق مصالح كلا الطرفين وأسرتهما. أخيراً يسعى كل طرف ويفكر في كيف يجعل هذه الأسرة تستقر على أسس قوية. المرحلة الخامسة: التكامل. عبر الله عز وجل في سورة الروم في بهذه الآية عن هذه المرحلة وقال: بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كيف أعرف أني في مرحلة التكامل؟ تتميز هذه المرحلة باعتراف بالجميل كل طرف اتجاه الآخر، تكامل كل طرف مع الآخر كما عبر الله عز وجل عنها في سورة البقرة: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أيضا يسود بين الزوجين المودة والرحمة. تتميز هذه العلاقة بالصداقة بين الطرفين، كما تتميز بالاحترام والتقدير لكل طرف، تفاهم وانسجام بين الطرفين، أيضا تقبل اختلافات بعضهم البعض. ما الذي ينبغي علي فعله في هذه المرحلة؟ تستغل هذه المرحلة لتقديم نموذج عملي واقعي ناجح للأسرة السعيدة والحياة الطيبة، وهذا النموذج يقدم كهدية للأبناء والأحفاد. لذا لابد من الحفاظ على هذه العلاقة والسعي للوصول إلى هذا المستوى. في الأخير قبل أن أودعكم، أرجو من كل زوج أن يطرح السؤال التالي على نفسه: ترى في أي مرحلة تمر بها علاقتكما الزوجية؟ وما هي الخطوة العملية التي ستقومون بها من أجل الاستقرار الأسري؟ إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد، أنتظر منكم تعليقاتكم وأسئلتكم عن هذه الحلقة. إذا أعجبكم الموضوع سجلوا في القناة سبسكرايب واعمل لايك.